لم أشعر بأنني انتمي لها. الفوضى والتلوث خليك صعب تتنفس. معايير المجتمع خليك تمرض. الجميع يعرف ما هو الخطر وما هو الصواب. صح أنه الأمور تختلف. من مدة طويلة وأنا حاب نجرب نخرج من الروتين اليومي ونسمع لنفسي فقط. لهذا اخترت هذا المكان الساحر. غابة تيزغبان. تقع غابة تيزغبان بمنطقة لداطية بولاية جيدة، يسموها أيضا الغابة الملونة. ويقطع عند الغابة وادي كبير يعتبر ثروة مائية هائلة. كما أنها تتميز بأشجارها الجذيفة لتمنع وصول أشعة الشمس في النهار، وفيها العديد من الجذاوي المائية. كما أنها تمتد المساحة شاسعة ليخليها مكان مثالي للراحة والتخييم.